وهو يصف حالة كوازيمودو أو أحدب نوتردام النفسية ومدى تأثره بالمجتمع المحيط، فقال: من الآثار التي سببت له البؤس هو أنه قد أصبح خبيثاً. لقد كان في الواقع خبيثاً لأنه كان متوحشاً، وكان متوحشاً لأنه كان بشعاً. ولكن هذا الخبث خبث مكتسب لا فطري. لقد كان منذ خطواته الأولى بين الناس يشعر بأنه مردول مهان من الجميع، فقد كان النطق البشري في شأنه سخرية أو لعنة ليس إلا، حتى أنه لم يجد خلال نموه غير الحقد من حوله، فأخذ هذا الحقد واكتسب الخبث العام. لقد التقط السلاح الذي كانوا قد جرحوه به، على أنه بعد هذا كله لم يكن يلتفت إلى الناس إلا مكرها. لقد كانت كاتدرائيته تكفيه، فهي ممتلئة بصور الرخام، ملوك وقديسين وأساقفة ممن لم يكونوا يسخرون به، لأنه يشبهها إلى حد بعيد.